مساء الخير، برحب بكل مشاهدي قناة ميسات وحلقة جديدة أمها والحياة. وأطفال يعانون من نقص المعادن، معادن أساسية لعمليات النمو، وتكون النتيجة تدهور في النمو العقلي. والمعادن الموضوع اللي احنا يمكن ماسكاه بقاله كذا يوم كذا مرة لأهميته، سواء كان نقص المعادن أو تسمم بمعادن. والمعادن احنا بناخدها من الأرض، تربة اللي هي بيطلع منها النبات، النبات ياكله الحيوان، احنا ناكل النبات ناكل الحيوان، توصل لنا المعادن. لكن احنا بقى ما بيهونش علينا ناكلها زي ما هي كده، وبنبتدي نعمل ايه؟ نكرر الأكل، نكرره يعني يفقد 90% من المعادن اللي فيه. زي مثلا الرز الأبيض، كان اصلا الرز ده بني، كان مليان معادن، كان فيه القيمه الغذائيه، انما احنا بنكرره، بنشيل كل المعادن دي عشان ناكله ابيض، فبالتالي بقى رز ابيض ما فيهوش معادن. السكر، السكر الابيض، المكرونه البيضه، الدقيق الابيض، كل ده تم عمليه التكرير ليهم ليفقدوا 80% من المعادن بتاعتهم. زي ما اتفقنا المعادن بتلعب دور جامد جدا جدا في حياتنا، يمكن احنا مع مش واخدين بالنا منه او ما بنديهاش الحق الكافي، ان احنا كل اللي في اذهاننا الفيتامينات الفيتامينات الفيتامينات. لا، المعادن بتلعب دور مهم جدا، لان المعادن دي هي اللي بتنظم السوائل جوه الجسم، بتحافظ على النشاط الذهني والجسم، اي خلل في المعادن ينتج عنه اعراض جامده وتدهور في التفكير، ورم، ألم في العظم. ما هو العظم ده أهم حاجة فيه، عندنا الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، دول مهمين جدا للعظم. الصوديوم والبوتاسيوم مهمين جدا عشان توازن المياه جوه الجسم. ما بيحصل خلل بقى نتيجة أشكال كتيرة، ممكن ريجيمات غلط، ما باكلش، ما باخدش الكمية الكافية، ما بخرجش اتعرض للشمس، ما باخدش فيتامين د، فما بيحصلش امتصاص جيد للكالسيوم، باخد حوادي كتير فالجسم يخزن ميه، باخد ملينات كتير فيحصل لخبطه في المعادن جوه الجسم، ويبتدي الجسم يعاني من اشكال من نقص المعادن. طبعا المعادن كمان نوعين، نوع مهم جدا ورئيسي ونوع نادر، الاثنين ما نقدرش نستغنى عنهم، والاثنين مهمين جدا، وده اللي احنا بنتكلم عليه خلال الحلقات اللي فاتت. وهكمل كلامي بس معايا مريم. مارينا، اهلا وسهلا يا مارينا. مارينا اتفضلي. انا عندي 19 سنة ومتجوزة بقالي 7 شهور، وبعاني، انا كشفت قريب عند دكتور نفا، بعاني اني عندي دهون على المبايض وقالت لي لازم تخسي، ووزني 99 كيلو وعندي 19 سنة. طب قولي لي يا مريم، مارينا، اكتر منطقة متخزن فيها الدهون عندك فين يا مارينا؟ جسم من تحت، انا من فوق جسم كويس، هو من تحت بس التخينة يزاول. طب قولي لي يا مارينا، الدورة منتظمة؟ منتظمة. تمام. بيطلع لك شعر في اماكن غير مستحبة في جسمك، في الدقن، في الشنب؟ لا، انا شعري خفيف خالص. شعرك بيقع؟ بيضا. تمام. ده أدخن وزن وصلتي له 99 ولا كنت أدخن من كده؟ لا، أنا يلا الموجودة النهاردة بالظبط 99. تمام. طب حاولتي تخسي قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا، حاولت كذا مرة، يعني يبان على وشي وجسمي من فوق يخس، وأنا جسمي من فوق حلو ومن تحت زي يبان برضه. تمام. ما بتمشيش، ما بتعمليش أي رياضة؟ لا، ما بزيد عن الكنيسه المباركه، مش مفيش غير كنيسه وكنيسه قريبه مني. تمام يا حبيبتي، هجاوب على حضرتك حالا. معانا مريان، اتفضلي يا مريان. اهلا مساء الخير يا دكتوره. مساء النور يا حبيبتي. انا يا دكتوره بقى لي كام يوم كده نفسي مفتوحه للاكل زياده يعني. بس انا جسمي حلو، يعني وزني 68 وطولي 163. تمام. بس خايفة اتخن، يعني عايزة، مش عارفة بس انا برد يا دكتورة كمان. طيب، بتاكلي حلويات كتيرة يا مريان؟
لا مش كتير يعني. كل يوم ولا يوم بعد يوم؟ يعني ساعات بيبقى نفسي كده في حاجة حلوة أكلها وخلاص يعني، مش دايما. تمام. طب الوجبات أهم عندك يا مريان ولا اللي بين الوجبات؟ لا على طول بين الوجبات، على طول الفاكهة، أي حاجة جنبي أقعد أتسلى فيها كده. تمام. كان وزنك قد إيه قبل الحمل والولادة يا مريان؟ لا أنا كنت رفيعة وبعد كده زدت في الحمل ونزلت تاني يعني. طيب حلو. تمام. وحاليا دلوقتي لسه بترضعي؟ برضع. تمام. بتجوعي بعد الرضاعه على طول ولا بعديها بشويه ولا بتقومي الصبح جعانه؟ بقوم الصبح جعانه. حاضر يا مريم، هجاوب لحضرتك، هجاوب عليك حالا. معانا رشا. الو. ايوه يا رشا. يا دكتوره. أيوة. انا عندي ابني عندي سنتين بيهري كتير جوا يا دكتوره، شاكي خالص، فمش عارفه اتعامل معاه وعنيد جوا معايا. طب قولي لي يا رشا، ليه اخوات؟ ليه يا اخ صغير بيغير عليه خالص، بيضرب على طول. ياه. طب واللي بياكل حلويات كتير يا رشا ابنك؟ لا لا لا، وجسمه ضعيف خالص يا دكتوره. بياكل ايه مثلا؟ كل ايه النهارده؟ النهارده كل حبه رز بس من الصبح. من الصبح؟ صدقيني. تمام. ما بياكلش خالص يعني. طب واللي بيجي له برد اكتر من مره في السنه يا رشا؟ بيجي له برد جرح تقان على طول كمان، وعنده هو نقص كالسي. تمام. هجاوب على حضرتك. ماشي. بالنسبه لي انا يا دكتوره. ايوه. انا برد بس عندي شعر بيجح خالص. حاضر. ماشي شكرا. خالص. لا. اولا بالنسبه لمريان اللي عندها 19 سنه وعندها تكيس مبايض، طبعا لازم تخسي. ليه؟ لان التكيس بيخلي فيه قابليه اكتر للسمنه، قابليه اكتر لمرض السكر، لان بيبقى فيه حاجه اسمها مقاومه انسولين. فلازم تاخدي بالك من اكلك. الحلويات هتزود مقاومه الانسولين بعد شر تدخل في سكر، فلازم تاخدي بالك من الحكايه دي قوي. فهننظم الوجبات، الحلويات ممنوعه تماما، لازم تلعبي رياضه، ولازم كمان هنعمل تحليل غدة درقية عشان نطمن عليكي. بالنسبة لمريان اللي بتقول ان هي وزنها 68 كيلو بترضع ونفسها مفتوحة خالص، بيحصل كتير يا مريان نتيجة الرضاعة ان احنا نجوع، وخاصة لو انت بتاكلي حلويات هتلاقي نفسك على طول جعانة. فانا عايزاكي اخد احسن، ومش عصير، لا فاكهة، لانك لما تاكلي فاكهة الفاكهة فيها الياف، فمش هتجوعي، بالعكس هتحافظ على معدل السكر في الدم. انما لما تعصريها انت بتاخدي سكر الفاكهه وترمي الالياف، فتجوعي بعد شويه. عايزاكي تاكلي كل ساعتين حاجه، وبين كل وجبه ووجبه ثمرتين فاكهه، بحيث ان انت ما تجوعيش وما تهبطيش وما تاكليش سكر، انما تاخدي سكر الفاكهه. بالنسبه لرشا اللي بتقول ان ابنها شقي وعمره سنتين، كتير جدا من الاولاد بيبقى فيه نوع من الغيره، وخاصه لو في اتنين قريبين من سنهم من بعض، فتبص تلاقي بقى غيره. الغيره ليها صور عشان عايز يلفت انتباه اهله، الوالد او الوالده، فيبتدي الطفل يتشاقى اكتر من اللازم، بتبقى كل المشكله ان هو عاوز يلفت الانتباه، عاوز يحس بالاهتمام زي ما كان حاسس بيه، عاوز حنيه اكتر. كمان ناخد بالنا ان الحلويات بتخلي اولادنا عندهم فرط حركه جامد واشقيه اكتر، لان السكر بيخلي، وخاصه الشوكولاته بتخليهم مور هايبر وخليهم اكتر عصبيه ونرفزه. هكمل كلامي على المعادن، بس نكمل. ارد على جاكلين الاول. تفضلي يا جاكلين. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي؟ دكتورة أنا دلوقتي والدة بقالي حوالي 6 شهور، وزدت بعد الولادة حوالي 17 كيلو. وعندي الغدة، عندي الغدة خملانة يعني نسبتها ممكن حوالي 5. فممكن حضرتك تنصحيني بإيه اللي أنا مثلا حاجة أخدها للغدة؟ وفي ممكن يعني أستفيد من حضرتك في معلومة اللي هي شربة الكروم. شربة الكروم دي هل هي بتخسس وبتأثر على الغدة ولا لأ؟ والمية العادية. ولو في ممكن اي حضرتك معلومه تفيديني بيها اكتر، لان انا خفت في الرضاعه يا ريت يا دكتوره. طيب قولي لي يا جاكلين، حضرتك بتشتغلي؟ لا. تمام. ده للاسف. ابتدت السمنه عندك من امتى يا جاكلين؟ من بعد الحمل على طول. انا عشان حملي اساسا مش بتحرك فيه، لان انا حملي بيبقى ارجنت قوي.
تمام. فما كنتش بتحرك فيه، فزدت حوالي 17 كيلو ده في فتره الحمل. طب قولي لي قبل كده وانت بنت قبل الجواز كان وزنك قد ايه؟ كان 75 وزدت لغايه 92. ده اقصى حاجه ال 92 مش كده؟ اه بس انا بعد الولاده نزلت مثلا تقريبا لغايه 82. يعني انت وزنك كام دلوقتي؟ 82. برافو عليك. طب قولي لي اخر مره حللتي الغده من قد ايه؟ لا ده اخر حاجه حللت الغده حضرتك اخر يوم يعني من 6 شهور كده يوم الولاده. كان اخبار التحليل ايه يا مريم؟ كان 2.5. جاكلين سوري يا جاكلين. طيب اولا هجاوب على حضرتك حالا جاكلين، بس معايا سالي. شكرا لحضرتك. العفو حبيبتي. سالي. ايوه يا دكتور. ازيك حبيبتي؟ ازيك يا دكتور عامله ايه؟ الحمد لله. بصي بقى يا دكتور، انا عندي حاله نفسيه واكتئاب جامد. ليه بعد الشر؟ انا والده بقالي سنه ونص، انا والده مرتين ورا بعض قيصري. اه سنتين ونص اخر ولاده. تمام. إيه وطبعا انا عندي الضغط واطي خالص من بعد الجواز. تمام. وعندي من تحت مليانه قوي، يعني انا وزني 83 كيلو، كل ال 83 في المنطقه اللي تحت. اه وعندي فوق صدري رفيع ببطني، يعني والده قيصري مش حاسه ان انا والده اصلا، بطني ما فيهاش. تمام. والجزء اللي تحت اللي مليان قوي والسمانه مليانه جدا. سالي جوزك تخين ولا رفيع؟ لا عنده كرش. تمام. بس مش للدرجه قوي يعني. طب قولي لي بتحبي الاكل؟ انا بموت فيه مش هكذب عليك، بالذات المحشي والمكرونه. بصي بقى بالشوكولاتات، يعني انا بحب الحاجات دي. تمام. انت اللي بتطبخي؟ اه بس انا جوزي مسافر، ما هو الشكل في حاجه، جوزي مسافر لما بيجي الثلاث شهور اللي بيقعدهم بقى طبعا بيجيب لي لب وزداني وحلويات بقى ومكرونه بشاميل، ونقعد ناكل بالليل لحد الساعه 4 الفجر، وممكن ناكل لحد الساعه 5. يعني احنا شغالين اكل طول النهار، نوم واكل. طيب مش هو مسافر دلوقتي؟ بره على طول للدليفري، ان ناكل حاجات من بره. طب على الاقل دلوقتي بقيه السنه خدي بالك من جسمك. اه انا قاعده بقى عند ماما واختي، يعني برضو بناكل. انت عندك كام سنه؟ انا دلوقتي عندي 30 سنه. يعني لسه صغيره. لما وزنك قد ايه؟ انا وزني 83. 83. اما انت عندك 30 سنه وبقيتي 83، يعني على ال 40 هتبقي حاجه و90 او 100 كيلو كمان. اه فده حرام، انت صغيره على كده. طب اعمل ايه؟ انا وبعدين لخبطت الاكل اللي هو طول النهار قطمه ولقمه والنقناع، دي بتبوظ الحرق. تخلي جسمك بعد كده يفضل يخزن طول الوقت. طب انا دلوقتي يا دكتور بحاول ان انا اعمل دايت، بحس ان انا مش هكذب بجوع، ببقى عايز اكل مش قادره اسيطر على الروح. تمام. بتاخدي اي ادويه او علاج يا سالي؟ اه باخد سيتوفاج. بتاخدي ايه؟ سيتوفاج. سيتوفاج؟ اه. مين اللي كاتبه لك؟ ايه تاني يا ربي؟ وكويكي سليم. طب قولي لي مين اللي كاتب لك الدواء السيتوفاج ده؟ ايه دكتور. طيب ماشي حبيبتي. فانا عايز اعرف غلط ولا صح؟ هجاوب على مش هتنزل وفي خدي كده فيها حتت طالعه وحتت نازله كده. هجاوب على حضرتك حالا. هالة. طيب. بالنسبة لجاكلين طبعا من اسكندرية، أولا الغدة يا جاكلين أهم حاجة لأن احنا نتابعها بالتحليل وناخد الدواء وناخد الجرعة مظبوط كل يوم الصبح على الريق. انتظام دواء أخدنا لدواء الغدة كأنك بالظبط هي شغالة، لأن ده الهرمون بتاخديه فكأنها بتشتغل عادي. ما هياش الحجة أو لأنها بايظة يبقى أنت مش هتخسي، لأ طول ما انت مظبوط التحليل ومظبوط الدواء لازم هتخسي. يفضل عندنا تاكلي ايه؟ ده المهم. نمره واحد واهمهم الرياضه. اي رياضه بسيطه، ان شاء الله تمشي في مكانك، تنطي حبل، تقفلي عليكي باب اوضه وترقصي لك نص ساعه، اي مجهود هيساعد في عمليه الحرق. بعد كده الاكل. يهمني جدا انك تخلي وجباتك صغيره. تمام؟ بين كل وجبه 3 ساعات عشان ما تجوعيش وتلخبطي. الحاجة التانية في أنواع من مضادات الأكسدة مخصوصة علشان خاطر مريض الغدة، فأنت لازم تاخديها. وبعدين بنعمل زي مساج للغدة علشان بيساعد شوية على إنها تبتدي تتحرك. تمام؟ إنما تنظيم الوجبات مهم جدا، الوقت بين الوجبات ممنوع أي حاجة تخش جوه بقك، المية مهمة جدا، وأي نوع من أنواع الرياضة إن شاء الله مكانك، ماشي مكانك. ودي على فكرة مفيدة جدا، لأن مفيش بقى لا مواصلات ولا مرواح ولا ميجي ولا أزمة، لا أنت في مكانك بتقعدي تمشي رايحة جاية.
بالنسبة لسالي اللي بتعاني من بتقول عندها اكتئاب، هو فعلا ليكي حق يا سالي، يمكن اغلب المرضى اللي عندهم الفير شيب او شكل الكمثرة تبص لها تخس من فوق انما تتخن بس من تحت، ومهما نحاول تخس تخس من فوق وتيجي تتخن تتخن برضو من جزء الارداف، فتكون النتيجة اسوأ ما ابتدت. ده السبب في كده ان بيبقى فيه ضعف في الدورة الليمفوية، الليمفدرانج ما بتحرقش، وبالتالي المنطقة اللي تحت ما بتخسش، فتبص لها بتتخن بس، فمحتاجين ننشط الدورة الليمفوية، فبنبتدي بقى نعمل لها أجهزة تنشطها زي الـ LPG زي الألترا ساوند، بحيث ان احنا بنشعر على المنطقة دي تبتدي تحرق هي كمان، وبتجيب نتيجة حلوة قوي، بجانب تشرب مية كتير وتمشي خطوة واسعة. الخطوة الواسعة بتحرك الدورة الليمفاوية وتخلي الجسم يبتدي يحرق. طبعا مهم جدا بعد كده نوعيات الأكل، وأنا شايف إن بتاخدي أدوية ممكن تكون ملهاش لازمة وممكن تسبب لك ضرر، مش مفروض ناخد أي دواء اللي تحت إشراف طبي، إنما مش لوحدي أخده حتى لو سمعت إن صاحبتي خدته وخست. هنكمل كلامنا والمعادن وأهميتها، بس هنطلع فاصل ونكمل تاني. رجعنا تاني وهنكمل كلامنا على المعادن ودورها، وازاي ان نقص انواع من المعادن بيعملنا مشاكل. يعني عندنا مثلا الزنك الحصة الموصي بيها 15 ملي جرام، ده المفروض ناخده، احنا بناخد حوالي 7.5، السيدة اللي بترضع المفروض تاخد حوالي 25 ملي جرام. نقص الزنك يؤدي لنقص في النمو العقلي للطفل، ده مثلا. شفتوا بقى اهمية المعادن في جسمنا؟ مش بس كده، معدن اليود ونقصه يؤثر برضو على الأطفال وبيعمل لهم هايبر ويخلي عندهم برضو نقص في النمو العقلي. المعادن بتلعب دورها جامد جدا في حياتنا، زي ما اتكلمنا على أهميتها ودورها ونقصها ازاي، بيأثر على الحرق ويخلي جسمنا ما يحرقش وبيخزن. كمان اتكلمنا على تسمم بأنواع معينة من المعادن وازاي ناخد بالنا ونعالجها. كمل كلامي بس معايا الاول سماح، معلش يا سماح سيبناكي وقت طويل. اتفضلي. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. الله يخليك. لو سمحتي يا دكتوره، بس كان في كم استفسار كده، كم سؤال يعني ممكن. اتفضلي. طيب بالنسبه انا يعني جوزي ليه بصمه بس جسمه حلو، هو طوله 185 ووزنه 120 تقريبا، بس فهو يخس ازاي وهو ما ينفعش يمشي كتير عشان رجله بتوجع عشان عمل عملية فيها. طيب. فده أول سؤال. تاني سؤال لو سمحتي، كنت حضرتك قلتي ان الـ انا كنت سامع قبل كده ان الكالسيوم المفروض الجسم الكالسيوم بيمنع امتصاص الحديد للجسم، مش كده برضه؟ طب ازاي انا اعمل عصير مثلا لبن وموز او لبن وبلح، مش كده برضه؟ انا كنت فاكرة حضرتك قلتي الموضوع ده في برنامج قبل كده. طيب. فكنت عايزه برضو تفيديني ازاي، لان عندي اطفال يعني 2.5 سنين ما بياكلوش فاكهه خالص، فانا كان نفسي في موضوع ان انا موز باللبن مثلا، بلح باللبن، بس فكنت عايزه اتفسر من دي. في سؤال معلش اخير، هل البهارات والتوابل الحبهان المستكه الكبيبه جوز الطيب الحاجات دي غلط على اطفال سن 2.5؟ انا في حد يعني قال لي كده معلومه عاديه يعني مش في التلفزيون او كده، حتى يعني واثقه فيه، لا يعني كلام عابر كده، فكنت عايزه اعرف من حضرتك ده صح ولا غلط. تمام، حاضر، هجاوب على حضرتك. معلش واسفه طولت على حضرتك. لا يا حبيبه قلبي، تحت امرك. اريني، سوري اريني وقعت. طب مريم، تفضلي يا مريم. الو. ايوه يا مريم. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك حبيبتي. انا عندي مشكله في الوزن، انا عندي 55 سنه ووزني 95، كنت بعمل دايت وبعدين جيت صمت، فالصيام بقى بهدل لي اللي انا كنت عاملاه. يعني انا في الدايت خسيت بتاع 5 كيلو. كويس. ما
وبعد كده جيت لما صمت بقى ابتديت اكل بقول واكل نشويات، بس انا المقالي ما بحبهاش، يعني ببعد عن الحاجات المقليه نهائي. بس انا باكل عجائن كتير، حاجات من الفرن. ما دي اسوأ حاجه. وعايزه من حضرتك تليفون العياده. طب قولي لي يا مريم. نعم. حضرتك بتشتغلي؟ شغلك فيه حركه ولا قاعده؟ لا قاعده. قاعده. بتاخدي اي ادويه او علاج؟ لا 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 لا. طب الحمد لله. الله. نشاطك اخباره ايه؟ بتتحركي بتروحي بتيجي ولا مش قادره تتحركي؟ لا انا بشكر الله بتحرك، بس الوقت ساعات بيبقى زانق معايا فما بتحرك، يعني ممكن اتحرك يومين واتمشى في يوم، بقيت الاسبوع بيبقى الوقت مش مساعف معايا او مش مساعدني. حاضر يا حبيبتي. حاضر جاوب على حضرتك حالا. بس معانا منى، اتفضلي يا منى. مساء الخير يا دكتوره. ازيك حبيبتي؟ الحمد لله زي حضرتك. الحمد لله. عايزه اسال حضرتك بالنسبه لمرض السكر، ايه المشروبات او الماكولات اللي ممكن تنزل مرض السكر في الدم؟ زي مثلا بشرب الكركديه بينزل الضغط، فايه الحاجات اللي ممكن اخدها تنزل السكر في الدم؟ وكمان الروماتويد، ايه الحاجات اللي ممكن اخدها تقلل الروماتويد؟ وازاي ممكن احمي العين والكلى من مضاعفاتهم؟ تمام. حضرتك بتاخدي ادويه بانتظام؟ ايوه. انت عندك كم سنه يا منى؟ 50. 50. حضرتك بتشتغلي؟ ايوه. بتشتغلي ايه؟ شغلك قصدي في حركه يعني ولا قاعده؟ لا يعني بروح وباجي وبقعد على المكتب. تمام. وزنك كام دلوقتي يا منى؟ انا طولي 155 ووزني 70. طيب السكر عندك بقاله قد ايه؟ حوالي سنة او سنة وشوية. تمام. والروماتويد؟ سنتين. يعني هو كم؟ اول حاجة جالي الضغط، وبعدين جالي الروماتويد، وبعدين جالي السكر. تمام يا حبيبتي. اوكي. فانا محتاجة يعني اعرف ايه الحاجات اللي ممكن تنزل الحاجات دي، وزي احمي العين والكلى وكده، قلقانة من الموضوع ده. حاضر يا حبيبتي. حاضر هجاوب على حضرتك. معنا ايمان، اتفضلي يا ايمان. مساء الخير دكتور. ها؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور يا حبيبتي. لو سمحت يا دكتوره، انا عندي اختي بعد الولاده مباشره ابتدى ضغطها يوطى خالص. علي حسك شويه لو سمحتي. بقول لحضرتك عندي اختي ابتدى ضغطها بعد الولاده يوطى خالص. هي نعم؟ بتقولي اختك عندها انيميا؟ لا حضرتك، هي عملت التحاليل كلها سليمه، كلها تمام. ضغطها بيوطى بعد الولاده؟ بيوطى دايما باستمرار، هي بقالها 10 شهور. تمام. من الولاده الضغط دايما واطي. تمام. ما بين 160 او 90 60 او اقل كمان. مش عارفه ايه السبب. هي حاضر يا حبيبتي. هي بتردع؟ بتردع. تمام. بس تحاليلها كلها سليمه يا دكتوره، مفيش حاجه يعني. خلاص هجاوب على حضرتك. حاضر. بالنسبه لمريم بتشتكي ان عندها 95 كيلو، والدايت تخنها والصيام تخنها بعد ما كانت خسرت 5 كيلو. على فكره الاكل الصيامي مش بيتخن ولا حاجه، بالعكس. طب انا اقول لكم على حاجه غريبه قوي، حته اللحمه دي مثلا، حته اللحمه اهي فيها ده 30-40% منها ده. تمام. حته اللحمه دي مثلا هتدينا حوالي 350 كالوري. تمام. كوبايه الرز المسلوق دي تدينا 200 كالوري، 200 سعر. الرز والمكرونه ما بيتخنوش، البطاطسايه بحالها بتدينا 90 سعر، ما بتتخنش وما فيهاش ولا دهن ولا حاجه، دي كربوهيدرات، فيها الياف، فيها معادن، فيها فيتامينات، احنا اللي بنخليها تتخن. يعني لما امسك البطاطس واقليها هتتخني، لما اكل بطاطس بالعيش، سندوتش بطاطس بالعيش، البطاطس دي نشا والعيش ده سكر، لازم هتخن، وهقلي البطاطس فبقى في دهن كمان. هي دي. فالاكل الصيامي بالعكس ده اسهل، لان نواتج هضم البروتينات ضاره جدا على الجسم وسامه. اننا نواتج هضم النشويات والخضار الياف، فما بتتخنش وما بتتعبش الجسم، انما احنا المسؤولين ان احنا نخليها تتخن. ف
فحضرتك ممكن تنظمي وجباتك وتعرفي ان حتى لما نيجي نصوم هي المشكله بس ان قبل الصيام بنقعد جمعه نرفع ناكل 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 فتبقى سعرات حراريه زياده يحصل خلل حتى في كميه الانسولين وخلل في الجسم نيجي بقى ناكل عشان صمنا نبقى جعانين والجسم يخزن فلازم ناخد بالنا من الحته دي وبعدين نرجع بال ما نخلص ويجي الصيام يخلص ناكل بقى جامد قوي عشان فطرنا فدي كلها سعرات حراريه زياده بتنزل في جسمنا بتنزلش في الجسم اللي جنبينا فلو نظمنا اكلنا وبدل ما ناكل اكل مقلي ومحمر وغرقان زيت لا ممكن يبقى مسلوق ممكن يبقى مشوي ممكن يبقى نايف ني ممكن يخش الفرن طاجن ونضيف له معلقه زيت عمره ما هيتاخرنا بالعكس هيخلي صحتنا احسن 100 مره تمام بالنسبه كمان لجوز مدام سماح اللي كانت بتشتكي ان هو وزنه 120 كيلو طبعا يا سماح اما يبقى الشخص وزنه 120 كيلو يعني ما ينفعش نقول له بقى خد ربع رغيف ولا خد قطمه ولا خد معلقه نبقى منهزر فهو محتاج ياكل اربع وجبات كاملين هتحطي له صبحيه مثلا نص رغيف بلدي تحطي له فيه بيض جبنه فول زي ما هو عايز واهم حاجه جنبهم خيار جرجير خس طماطم فاكهتين طيب بعد اربع ساعات هياخد ثلاث ثمرات فاكهه مشكلين بقى ونفس النوع مش مهم هو في الشغل عشان ما يجيش الظهر جعان جدا طيب الغدا اهم حاجه يبتدي في الغدا بالسلطه بعديها شوربه خضار او اي نوع من انواع الشوربه فنجان صغير بعديها حاجه بروتين سمك لحمه فراخ تونه فول عدس وبعديها فنجان زي ده هيبقى رز مسلوق او مكرونه تمام بعد اربع ساعات وجبه العشاء اتنين زبادي او اتنين فاكهه لو ما بيحبش الزبادي انا وعدك هيخس خسيه لا تتخيليها وتبقى صحته كمان كويسه والبطن بالذات هي اللي هتنزل اتفقنا بالنسبه بقى للبهارات والتوابل للاطفال احنا مش هنسفف الاطفال التوابل ولا بهارات بتحطيه في الاكل كميه عاديه فما فيهاش اي مشكله ده الناس اللي هي بتكثر من الشطه فبتعود الاطفال على الشطه ده اللي مشكله واحنا اللي بنعود على اطفالنا على التيست التذوق هل يبقى الاكل حادق قوي مالح قوي زي ما احنا بنربي الطفل وبنعوده فخلايا التذوق اللي على لسانه بتتعود على الطعم ده بالنسبه لمنى بتقول عايزه كركديه وحاجات عشان تنزل بص يا منى اكبر غلطه مريض السكر يعملها انه يبتدي يعتمد على الاعشاب والتوابل والبهارات عشان تنزله السكر دي كارثه ليه؟ لانه بيفاجئ بعد شويه بان السكر طالع في السماء وانه داخل في مشكله نرجع نظبطه احنا ناخد بالنا من اكلنا ونظبط الاكل ونبعد عن الحاجات المتكرره دي الابيض والرز الابيض والعيش الابيض فنظبط الاكل ونظبط جرعه العلاج اللي بناخدها نبتدي نتحرك نمشي فيتظبط السكر اكتر فنقلل الدواء اكتر انما مش وقف الدواء واخد مشروبات اقول انا بشرب اصلي ولا باكل بصل ولا باخد قرفه تنزل لي سكر لا القرفه مثلا مفيده بتظبط السكر الكزبره مفيده بتعالج بتظبط السكر في الدم بس دي بجانب اهم حاجه نوع الاكل والاكل اللي بناكله بالنسبه لايمان اللي بتشتكي ان اختها بعد الولاده اختها بقى واطي وهي بترضع عايزين نعملها صوره دم وعايزين نكشف عليها وتاكل وجبات منتظمه وعادي جدا ممكن يبقى الضغط بعد الولاده بقى واطي شويه ممكن لو هي بتتابعه ممكن تاخد الدواء مخصوص هيظبط لها الضغط من غير ما يعملها اي مشكله جالي اس ام اس بيتكلم على اسباب فشل الرجيم ده سؤال مهم جدا فعلا لان في متهمين كتير جدا مش بس المريض هو اللي بيؤدي لفشل الرجيم لا الرجيم نفسه ممكن يخليه يفشل الدكتور ممكن يؤدي لفشل المريض والمريض نفسه ممكن طبعا يوقع الرجيم ويخليه يفشل وكذلك المحيطين ما بقاش انا مثلا عامله رجيم وما باكلش وانا كنت متعوده باكل كل حاجه وباكل كميات كبيره والاقي اللي في البيت بقى نازلين تورت وعياد ميلاد وحاجات حلوه
ونقول لها لا انت منبوذه انت وشك في الحيط وتعملي رجيم، لا. فطبعا الاسره كلها بتبقى مهمه جدا. اهم شخص تاني وهو الطبيب، الطبيب اللي بيعالج مريض السمنه مهم جدا يبقى دارس حالته، فاهم شخصيته، عارف ظروفه، يكشف عليه كويس، يكون هو طبيب عشان على درايه بايه اسباب السمنه ويبتدي يعالجها، يعمل له التحاليل اللازمه. انا بقى افاجئ ان الناس حاولت تخس وقاعده هاريه نفسها وهي برضو ما بتنزلش في الوزن، مجرد ما نعملها تحليل بس الغده الدرقيه افاجئ انها خامله مش شغاله وكانت يعني بتخبط راسها في الحيط. فده كل ده مهم جدا قبل ما نبتدي الرجيم. هكمل اسباب فشل الرجيم بس معايا جاكلين بقى لها مده. اتفضلي يا جاكلين. جاكلين، جاكلين راحت، حاولي تكلمينا تاني. معانا ايريني، اتفضلي. الو. ايوه. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه انا عايزه اسالك كذا سؤال يا دكتوره. اتفضلي. عندي مينا تانية ثانوي. وطوله، الو. ايوه. طوله 166، انا عايزاه يطول عن كده ورفيع جدا. تمام. سامعني؟ ايه ابني التاني 14 سنه وطول الوقت ضغطه عالي. ياه، وزنه قد ايه يا ايرين؟ يعني 30 35، برضه رفيع مش كتير، مش بوزنه. تمام. وجوزي مريض سكر، مدخن سجاير، وطول النهار شوكولاتات جاتوهات مش موقف. قولي لي بقى اتصرف ازاي؟ طب قولي يا ايرين انت وزنك قد ايه؟ لا انا 70. تمام. وطولي 170. برافو عليك. بتشتغلي ولا قاعده في البيت؟ لا قاعده في البيت. تمام. طبختي ايه النهارده مثلا؟ لا انا تركيزي على السلطه، فواكه، بقوليات. طب بتعملي مقليات كم مره في الاسبوع؟ بقوليات؟ مقليات؟ لا خالص مفيش. برافو عليك. طب والحلويات؟ يعني تقريبا مره في الاسبوع بس، جوزي باستمرار على طول. خدي بالك لازم بياكل بره، جاتوه بره، شوكولاتات بره، ورفيع جدا. ايوه رفيع، لان لما بياكل حلويات السكر مبقاش مظبوط فبالتالي يخس، ودي اسوأ انواع الخسيه. ومدخن بطريقه وحشه جدا، حرام، خساره. لان طبعا وبينام يعني طول النهار نايم وطول الليل يشتغل. فاهماني؟ نظام شغله كده. ماشي يا حبيبتي، هرد عليك حالا. معانا ناديه، اتفضلي يا ناديه. ناديه. ايوه. اتفضلي يا حبيبتي. مدام ناديه. ايوه. الو، مساء الخير يا دكتوره. مساء النور يا حبيبتي. انا من انا من سوهاج. من سوهاج. تمام. اسمعينا من التليفون ووطي التلفزيون. بالذمه لو سمحت انا عندي حاضر. بالذمه لو سمحت انا عندي وزني 65 كيلو. تمام. وعندي 70 سنه. وعندي السكر بس مش متظبط معايا يعني. تمام. فمتضايقه يعني وبتبقى لي شهيه للاكل، عاوزه اكل فمش عارفه اعمل ايه. طب قولي يا ناديه. وباخد برشام. بتاخدي برشام للسكر؟ اه. تمام. حاضر، هجاوب حضرتك حالا. بالنسبه لمدام ايريني اللي بتشتكي طبعا ان جوزها مدخن وولادها رفيعين وابنها ضغط عالي، اولا الابن حضرتك اللي ضغطه عالي ده لازم يتكشف عليه ونعمل تحاليل ونعمل فحوصات ووظائف كلى ونعرف ليه ضغطه عالي، ده في منتهى الخطوره لان سنه صغير جدا. ما ينفعش يبقى السن ده والضغط عالي. بالنسبه لجوز حضرتك اللي هو عنده سكر وبيشرب سجاير، طبعا ده يعني انا مش هقدر اقول له ان خطوره اللي هو بيعمله، لان هو عنده اولاد كمان، يعني لو هو مش هماه صحته عشان خاطر الاولاد. طبعا النحافه اللي هو فيها نتيجه الحلويات اللي بياكلها، فالسكر مش مظبوط، فعشان كده بالتالي بقى في نقص في الوزن. وعمر ما هتبقى مصلحه ان هو مادام بياكل حلويات ما السكر مظبوط، ما هو بياخد دواء كتير، ما ينفعش. لان مع الاكل ده اللي هو بيظبط السكر فيه دهون،
دون تترسب على الشرايين. شرايين مريض السكر بنشبهها بالإزاز المكسر، فلما تترسب عليه الشرايين بسهولة جدا في وقت قليل جدا يبص بعد شهر دخل يدخل في تصلب شرايين ومشاكل ملهاش أول من آخر. فلازم تتكلمي معاه وتلحي وتاخدي بالك من أكلهم، تمام. بالنسبة لمدام نادية، طبعا لما يبقى السكر مش مظبوط يا مدام نادية يبقى أنت على طول جعانة، فلازم تاخدي بالك من أكلك عشان وتاخدي بالك من جرعة الدواء عشان ما تجوعيش. ما هي دايرة، لما بتاكلي أزد تجوعي، فعشان نظبطها لازم تظبطي جرعة الدواء وتاخدي بالك من أكلك ومن الكمية اللي بتاكليها. هنطلع فاصل ونكمل كلامنا تاني وأهمية المعادن في حياتك. نكمل كلامنا واسباب فشل الرجيم واسم مقاس عندي كتيره جدا، بس معايا حاتم. اتفضل استاذ حاتم. حاتم حاول تكلمنا تاني. معانا عادل. اتفضل يا عادل. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور. الله. انا عندي بنتي 5 سنين عندها يعني شهيتها مسدودة أبدا من الأكل. ما بتاكلش خالص يعني؟ يعني بالعافية بالعافية. تمام. عشان إنما كان نفسها يعني زي أي طفلة تاكل كده بإيديها، لا أبدا مش ممكن. مامتها دايما هي اللي تأكلها. تمام. ولو كانت تقعد مدة طويلة عشان تاكل مثلا أكلة ساعتين ثلاثة نص سندوتش. دي بالنسبة لبنتي. بالنسبة لأنا أنا مريض سكر. وسكري غير ما يعني ثابت، يعني انا لسه عامل تحاليل من حوالي اسبوع لقيته صايم 320 وفاطر 500 وشويه. يا ساتر. طب والسكر التراكمي كام؟ السكر التراكمي مش فاكر دلوقتي صدقني مش معايا يعني. ده اهم حاجه. يعني اولا انا غير منتظم برضو في الاكل، يعني الاكل بتاعي ممكن اجوع جامد واروح واجدد الاكل جامد طبعا حسب نظام شغلي يعني. تمام. فكنت اسمع ان في اعشاب بتعادل او طريقه نظام اكل معينه ان انا احاول اعملها بحيث اني يعني السكر ما ينزلش قوي. مع انا باخد عندي السكر برشام اللي هو الجينوميت، وباخد الانسولين لانتوس وماشي عليه، بس برضو ساعات ببقى غير منتظم لان شغلي بصراحة يعني هو اللي بيخليني ابقى غير منتظم يعني. تمام. طب قولي يا استاذ حاتم، بتعمل اي نوع من انواع الرياضه؟ انا اصلا شغلي فيه حركه. انا عادل معاكي، اصلا شغلي فيه حركه. تمام. بتاكل حلويات كم مره في الاسبوع؟ لا حسب برضو ما يتراءى قدامي يعني. ممكن يعني افرض لقيت كل يوم وانت مريض سكر تاكل كل يوم؟ ممكن. طب ليه مش الحلويات دي اكتر حاجه مضره ليك واكتر حاجه ترفع لك السكر؟ يعني انا عارف بقول لحضرتك، بس احيانا بقى ايه ان يعني النفس يعني او نفس يعني اماره بالسوق. انا اصلا كنت بحب الحلويات زمان يعني. وانا اكتر من 10 سنين مريض سكر. طب قولي يا استاذ عادل، طب المقليات بتاكلها كم مره؟ المقليات يعني مش كتير. لا مش كتير. ايه نوع العيش اللي بتحب تاكله؟ نعم. العيش اللي بتاكله؟ العيش اللي هو العيش العادي اللي هو ابو 4 جنيه اللي بره في السوق. بتاكله كم مرة في اليوم؟ باكل مرة واحدة في الصبح هي دايما يعني، بس الرغيف الصغير ده باكل رغيفين يعني. أنا هجاوب على حضرتك حالا.
تمام. معانا ماجدة، اتفضلي يا ماجدة. ايوه انا وزني 110 تمام، وطولي 164 وانا عندي 53 سنه تمام. اه عايزه اخس وقاعده في البيت ست بيت. في اولاد؟ معايا 4 اسم الله كبار كلهم. طب انا بعد العيل الاخير دلوقتي حاجه 22 سنه وانا طلعت ما نزلتش. طب يا ماجده بتعملي اي رياضه؟ بتنزلي بتروحي؟ بنزل بس حاجات مش كتيره يعني، بننزل نجيب طلباتنا نجيب حاجه بس حاجات مش كتيره. تمام. قعدتي في البيت اكتر. طب قولي لي اقل وزن نزلتي له خسيتي كنت وصلتي لغايه كام؟ يعني حاجه و90. تمام. وادخن حاجه وصلت لها؟ 110. 110 دلوقتي. بتاكلي كم وجبه في اليوم يا مال؟ انا يعني عارفه عشان بيبقى في عيال ودوشه واحفاد وبتاع، او نعمل سندوتش واروح واخده معاهم، نعمل مش عارف ايه يعني، باكل اكل خطافي كده كتير اكتر من ان نقعد على وجبه يعني. تمام. بس انا لما بناكل لحمه او حاجه زي كده ممكن معدتي تتعب وابقى عايزه ارجع يعني، ما ببقاش قادره على اكل الطبيخ. طب والحلويات؟ يعني ممكن بانيه بفتيك مش عارف ايه كلام من ده، انما الحاجات الطبيخ والمش عارف ايه بنتعب منها، معدتي ما بتستحملهاش. طب الحلويات بتاكليها قد ايه يا مجد؟ اللي بيعمل بناكل معاه ما تفرقش يعني شويه، لما بيبقى في حلويات في البيت بنلقط منها، ما فيش ما نجريش عليها بره يعني، ما اعملش كتير. انا هجاوب على حضرتك حالا يا مجد. حاجه كمان معلش يا دكتوره. نعم. انا بنتي معلش حاجه كمان. بنتي عندها 27 سنه وبعد الولاده الاولانيه خست قوي. تمام. خست قوي لدرجه ان بقت الحاجه تقع من ايدها وكده، فروحت بيها للدكتور قال لها انت خسيتي حتى العضلات. يا ساتر. اه لازم تعمل رياضه، يعني وزنها كان 52، فقال لها لازم من الرياضه. هي ممكن تاكل بتاع دي حلويات انما ملهاش في الاكل قوي. حاضر. بس دينا عايزاها تبقى اهم مني يعني. حاضر. يا رب يخليك، ربنا يعوضك خير. باي باي. باي باي. معانا اميره، اتفضلي يا اميره. ايوه دكتوره معايا، عامله ايه؟ الحمد لله. دكتوره انا وزني 52 55، انا وزنت نفسي من فتره وطولي يعني متر ونص حاجه زي كده. طولي قد ايه؟ متر ونص. تمام. وبعدين؟ متر ونص. تمام. عاوزه ايه بقى يا اميره؟ ايه؟ عاوزه ايه؟ عاوزه تتخني ولا عاوزه تخسي؟ لا بصي، هو انا عندي رجلي كده في فيا جناب، فمش عارفه اعمل ايه يعني في الموضوع ده. رجليك هي اللي مليانه شويه؟ اه في رجلي. حاضر. عريضه من تحت يعني. انت عندك كام سنه؟ عندي 20 سنه. 20 سنه. حاضر هاتي. طب بتشتغلي ولا بتدرسي؟ لا هو انا في البيت يعني طول اليوم في البيت. طيب يا حبيبتي حالا هجاوب على حضرتك. تمام. بالنسبه للاستاذ عادل، هو مريض سكر، وطبعا السكر بايظ جدا عنده، وده طبعا بسبب الحاجات الحلوه. الحاجات الحلوه مهما حاولنا نظبطها مع الدواء ما بتتظبطش منه ابدا ابدا، بالعكس الدهون اللي فيها بتترسب على الشرايين تعمل زياده في الوزن. نضطر نعلي جرعه الدواء عشان نظبط ده، غير بقى الأسوأ من ده ومن ده، لما بناكل حاجات حلوه احنا بنتعود على مذاقها وبندمنها وناكل منها اكتر. النهارده خدت حته شوكولاتايه، بكره حته، بعديها بيومين ثلاثه يبقوا حتتين، وبتزيد وتزيد الكميه لغايه اما الاقي نفسي باكل شوكولاته كتير جدا، وتكون النتيجه سمنه وزياده في الوزن وسكر يرتفع، ويبتدي بقى تترسب على الشرايين ونبتدي نخش في مشاكل السكر. فقصة الحلويات وان انا لما بلاقي باخد مش ممكن، يبقى مفيش عند لازم الانسان يبقى عنده اراده ان انا لقيت الاكله دي، بس الاكله دي انا عارفه كويس قوي انها هتضرني، يبقى ما اخدهاش، يبقى ما اكلهاش. زي ما بنقدر نمنع نفسنا من حاجات كتيره جدا لان عارفين انها هتضرنا، كذلك بالنسبه لمريض السكر الحلويات قمه الضرر، بتاكل في اعصاب الجسم. فلازم يا استاذ عادل تتحكم في قصه الحلويات دي، ما ينفعش ابدا ان انا عشان قدامي حاجه حلوه اخدها. بالنسبه لمدام ماجده، طبعا لازم تخسي. خدي بالك يا ماجده ان كل ما السن بيزيد نفس الاكل اللي كنت بتاكليه ونفس الحركه، بس ايه السن زاد الحركه تقل، الفرق ده بيتحول لدهن.
نمرة واحد. نمرة اتنين بيحصل لخبطة في الهرمونز عند الستات فالحرق يقل فتلاقي السمنة أسرع، فتلاقي نفسك النهاردة بتتخاني وبكرة، وكل مدى تزيدي. والزيادة على فكرة عاملة زي الحرامي تسرقنا من غير ما نحس. ليه؟ ده نص كيلو مش مهم، بعدين يبقى كيلو، لا بكيلو مقدور عليه، بعدين يبقى كيلو ونص، لا ابتدي أخس أجي أكل يبقى 2 كيلو يبقى 3 كيلو لغاية ما ألاقي نفسي بقوم 10 15 كيلو وأكسل ويا مشواري طويل وبص لنفسي بزيد زيادة. فلازم تخسي طبعا عند سن معين بنحتاج لوجبات معينة وناخد بالنا منها. فهتاخدي الصبحية مثلا فنجان بليلة وعليه فنجان لبن منزوع الدسم، بعد 4 ساعات خدي واحد زبادي وواحد فاكهة عشان الكالسيوم برضو، بعد 4 ساعات تاخدي وجبة الغداء. وجبة الغداء يبقى معلقتين من كل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي تاخدي منها كمية كبيرة هي طبق الخضار مليان وطبق سلطة مليان. بعد 4 ساعات هتاخدي 2 زبادي و2 فاكهة. اوعدك هتخسي وهتبقى صحتك كويسة جدا. طبعا بالنسبة لبنت حددت كده بتقولي انها خست قوي لدرجة ان جسمها بقت الحاجة تقع من ايدها، دي لازم نكشف عليها ولازم نعمل تحليل غده درقيه ولازم تكشفي عليها باطني عشان نعرف فيه ايه، ايه اللي خليها تخس جامد قوي وايه اللي عامل التاكل في العضلات دي. لازم في سبب، ولازم والاكل الحلويات عمره ما هيزود ما هيصلح المشكله، لان لازم نعملها كمان تحليل سكر ولازم نعرف ايه سبب الخسيه الجامده. فلازم تكشف عشان تاخد علاج صح. واللي بيزود العضله البروتينات. مدام أميرة طبعا بتقول سوري أميرة بتقول ان وزنها من 52 ل 55 بس ايه السؤال الخط قطع، حاولي تكلمينا تاني يا أميرة. طبعا هكمل كلامي واسباب فشل الرجيم. اتفقنا نمرة واحد الدكتور وعلاقته بالمريض دي مهمة جدا، لان يعني دي احدى الاسباب القوية اللي ممكن تسبب فشل الرجيم. الحاجة التانية الرجيم نفسه، في انواع معينه من الرجيمات لازم تفشل، زي رجيم السعرات الحراريه القليله. بسمع ناس بتمشي على 600 سعر و400 سعر وحاجات خياليه. انواع الرجيمات دي بتقلل معدل الحرق فتخلي الشخص بعد شويه يظبط الجسم نفسه على 600 سعر، فتبقى ما بتاكلش فعلا انما برده ما بتخسش. ليه؟ لان ميزان الحرق اتظبط على 600 فبقت مشكله. الحاجه الثانيه مش بس انها بتقلل الحرق، بتسبب كمان ان جسم عنده اشاره للتخزين ولخبطه في الهرمونز، وبص للشخص على طول جعان جعان، مجرد اي وجبه مفتوحه ياكلها يصاب بالجوع الفظيع وجسمه اكتر يعمل شراهه للتخزين. بعد كده المريض وعشرته مع الرجيم تخليه بعد شويه ماشي بروح الرجيم، وروح الرجيم دي ما تخسس، بالعكس ممكن تخليه يزهق ويبتدي ياكل تاني. النقنقه بين الوجبات اكبر عامل يبوظ الرجيم. كلام كتير جدا، وازاي نحافظ على صحتنا وازاي ناخد بالنا منه وازاي يبقى ناكل اللي نفسنا فيه وما نزيدش في الوزن، كل ده هنتكلم عليه. ونحمي نفسنا ازاي من شر الرجيم وشر امراضه في مهوى الحياه. ولقانا الاسبوع الجاي وحلقه جديده ومهوى الحياه.